كما أدانت الجامعة العربية التفجيرات الانتحارية في جامعين بصنعاء وتندد بالمواجهات المسلحة في عدن. واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي في بيان له بشدة استهداف المصلين في صنعاء بهذه التفجيرات البشعة، معتبرا أن هذه الأعمال تهدف إلى إشعال نار الفتنة وتعطيل المساعي المبذولة للعودة إلى مسار العملية السياسية في اليمن.